السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة عسلامة لكل المشاهدين، وعسلامة لسي عصام، وعسلامة للمتابعين بتاعه، وعسلامة لكل من يتبع هذا الحوار. طبعا باش يكون الرد بتاعي بفيديو دون معناتها نقطع الكلام اللي قاله عصام، على خاطر هذا الفيديو موجه للأشخاص اللي يتابعوا هذا الحوار. المهم تحياتي للجميع، ونحاول باش نجاوب على النقط اللي نشوفهم مهمة في الفيديو متاعه الثاني حول ضرب المرأة في الإسلام أو في القرآن. سي عصام، أنت تقول اللي مش تبرر في الضرب، ولكن في نفس الوقت تقول يعني ضرب المرأة بسواك. أنا في النقطة هذه ما فهمتش، يعني هل أنت تسمح الآن في الوقت الحاضر أن هالراجل يضرب المرأة بسواك ولا بستيلو ولا حتى يهز يده عليها أو حتى يكش عليها؟ معناتها حبيت نفهم هذه النقطة اللي جدا مهمة. طبعا أنت قلت في الفيديو متاعك أن الآية هذيك خاصة بعصر محمد فقط. إذن معناتها منطقيا ليس لها أي محل من الإعراب اليوم. يعني هذه الآية نجم نصدر فيها حكم ونقول اللي هي منسوخة الحكم، باقي الرسم ولكن الحكم نسخ. هل تتصور أن علماء الإسلام الكل اليوم أكبر علماء الإسلام ينجموا يصدروا فتوى ويقولوا حرام الضرب، حرام ضرب المرأة؟ لا أتصور ذلك. ولا أنت مخول معناتها باش تفتي وتقول حرام ضرب المرأة. أنت تنجم تتوجه للمشاهدين بتاعك وتقول لهم بكل صراحة مباشر، تقول لهم في عصرنا هذا حرام تضرب المرأة، لا يجوز شرعا. أكيد طبعا ما تنجمش، بل تقر على حسب هذه الآية أنه يجوز، مش ما نقولش واجب، نقول يجوز الراجل في بعض الحالات وإن كان 1% أنه يضرب مرته بسواك ولا بستيلو. هذا معناتها النقطة الأولى اللي أنت تقول ما تبررش، بل معناتها مسألة جدا خطيرة، على خاطر مسألة هذه إسلام، يعني أنت تقول هذه ما عادش تصلح، يعني مسألة مهمة جدا، معناتها ما تتصورهاش يعني مسألة بسيطة أنك في الوقت الحاضر وفي المستقبل تحرم ضرب المرأة. أما حول المودة والرحمة، أنت تعرف اللي هذه الآية هي آية مكية، وأنا قلت لك في الفيديو السابق أن الآيات مكية هي أكثر إنسانية وأكثر تحضر من البيئة اللي جاء منها محمد، وإنما عندما انتقل إلى المدينة تعلم العادات الخائبة من عند اليهود ومن عند الصعاليك اللي تحالف معاهم ومن عند بعض الأشخاص اللي عندهم أفكار متخلفة اتجاه المرأة، ومنها الأفكار متاع العنف والكره والبغض. إذن هذه الآية مودة ورحمة هي آية وقتها كان محمد متحذر أكثر. هذه معناتها نقطة حبيت نأكد لك عليها. المهم أترقب ردك حول هذه المسألة، هل تسمح لنفسك اليوم أن تحرم الضرب وتقول إن هذه الآية منسوخة حكما أم لا؟ أما حول نشوذ الرجل، ما نعرفش يعني شنو معرفتك باللغة العربية، أو معناتها قاعد تشوف في الآية أم لا؟ لأن الآية واضحة وبينة، هي نشوز أو إعراب، ما قالش وإعراب، وفما فرق من بين أو ومن بين و. إذن هوني الآية القرآنية شتقول؟ تقول حالة
مش زوز او الزوز، ينجموا يكونوا زوز مع بعضهم. هوني المراه شنو تعمل؟ المراه علاش ما قالهاش كلموا بمعروف؟ حسب رايي ما قالهاش كلموا بمعروف، باهي انت قلت لي معناتها ما تنجمش تهجروا على خاطر هو عنده نساء اخرين، وشكون سمح له بنساء اخرين؟ علاش هذا الرب ما عطاش نفس فهمت الحقوق والواجبات للمراه والرجل؟ هنا هو خالق مشكله، من بعد تجي تقول لي على خاطر هو عنده اربع نساء وينجم يمشي عند امراه اخرى ويطفيها. اذا هوني المشكله خلقها الرب نفسه، هو اللي خلق تعدد الزوجات مش المراه اللي خلقتها. كان جاء هو منع تعدد الزوجات، راهو الراجل يولي معناتها ما ينجمش يمشي لامراه اخرى. اذا معناتها افهم هذه النقطه. خلينا نرجعوا للنقطه نتاع او اعراب. انت في الكلام نتاعك تقول و، رغم اللي في الايه القرانيه واضحه او، وهنا فما فرق. باهي ما نحبش ندخل معاك في التفاصيل. المساله ان الاسلام ما يسمحش للمراه باش تطلق الا في ظروف خاصه والحاكم هو اللي يطلقها، بينما الرجل ينجم يطلق المراه كما يحب، هو حر باش يطلقها. الراجل ينجم يعرس عليها ثانيه وثالثه ورابعه. اذا هذه الكل مش المراه هي اللي طلبتها، بل الاسلام والقران ورب محمد هو اللي عملها. هنا انت تقول لي الله رحيم واحد وعارف، هذا ما هوش عارف حتى شيء، سامحني. هذا اللي يكتب بالقران الايه هذه بخصوص الايات هذون، هذا انسان يجهل كليا، سوى بطبيعه الرجل، سوى بطبيعه المراه، سوى بالتطور اللي باش يحدث للانسانيه. خلينا نفهملك علاش. اولا هذا الاله وهذا الرب صادر حكم وآية قرآنية محدودة في زمان معين. هذا الإله ما يعرفش اللي البشرية باش تتطور وإن المرأة باش تاخذ حقوقها، علاش هو ما عملش هذه الحقوق؟ علاش ما هبطش هذه الحقوق؟ كان جا هو بالفعل إله، علاش ما سبقش الزمن وقال لهم من الأول ما تضربوش النساء؟ هذه حاجة. الحاجة الثانية، هذا الإله حكم على منطقة معينة وبيئة معينة، ما خذاش بعين الاعتبار الشعوب الأخرى اللي موجودة في أوروبا وشمال إفريقيا والصين وإيران والهند، لا، هو أصدر حكم على حسب طبيعة متاع أهل مكة والمدينة في مظهر الإسلام فقط. يعني هذه مشكلة، هذا معناتها مسألة كبيرة جدا. يعني من كتب هذه الآية لا يمكن أن يكون رب أصلا، لأن أول حاجة محدودة في الزمان وأنت تقولها أن هذيك ما عادش تصلح، فهمت؟ الآية هذيك ما عادش تصلح. مسألة الثانية هي محدودة في مكان، هو الإسلام عندما جاء لشمال إفريقيا احنا كنا نهينوا المرأة، ها؟ احنا في تونس كنا نهينوا المرأة قبل؟ ما كناش نهينوا المرأة، كنا نحترمها وكانت عندها قدر، والتوى عندها قدر التوى، وكانت محاربة وحاكمة وتحكم وقائدة جيوش، ويمشيوا الرجال في الجيش متاعها. اقرأ التاريخ قبل الإسلام كيف كانت المرأة في شمال إفريقيا وكيفاش فهمت هبط لها قيمتها الإسلام وطيح لها قيمتها وأهانها ودلها وخلى الراجل فهمت يمرمدها. رغم ذلك مازلنا احنا في شمال افريقيا الى الان نحترم المراه ونقدرها. هذه معناتها مساله. اما حول السؤال لماذا الاسلام او القران لم يطلب الصلح من الرجل عندما المراه يعني ما تطيعوش ولا معناتها ما تحبش ترقد معاه ولا غيرها؟ لأن الإسلام يعتبر المرأة ملك الرجل، اشتراها بمهرة ويتصرف فيها بوحده، ما هوش مطلوب باش يكلم بوها ولا يكلم أمها يقول لها
قل بنتك ترياض، ولا قل معناتها المرأة تحترمني أو غيرها من الأمور. فهو يتصرف وحده. يعني المرأة وقت تعمل نشوز، يعني الراجل يتصرف وحده، يكلمها بمعروف، يهجرها وإلا يضربها. بينما الراجل وقتها ينشز المرأة بتاعه، المرأة ما تنجمش تكلمه، خاطر كان باش تكلمه يمكن يضربها، يمكن يقولها معناتها ما تحكيش معايا. إذا هي في هذيك الحالة معناتها تخاف منه، تمشي تدخل واحد وتمشي تشكي لواحد باش يعمل صلح من بيناتهم. يعني المسألة يا سي عصام هي كلها عقلية فرضها الإسلام. راود الإسلام ماهوش معناتها تنجم تاخذ معناتها جزء وتنسى الجزء الآخر. هو مترابط ببعضه. هو طيح وكب سعد المرأة لأقصى درجة. من بعد تجي تقول لي هاو أعطاه حلول. فين الحلول اللي أعطاهم؟ كما قلت لك، علاش ما أعطاش نفس الحقوق؟ علاش الإسلام أو القرآن ما سبقش عصره؟ هذه النقطة اللي لازمك تفكر فيها. أما حول الرواية اللي ذكرتها، حول أن محمد قال معناتها ما تضربوش النساء، يا أخي هو على كيفه محمد يقول ما تضربوش النساء؟ مش فما آية؟ ها؟ يمكن تقول لي هو معناتها قال ما تضربوش النساء قبل ما تنزل الآية. به وقتها هو قال ما تضربوش النساء، وهذا تعود إلى طبيعته والبيئة متاعه والعائلة متاعه اللي جاي منها، اللي يحترموا المرأة خير من أهل المدينة. من بعد جيت تذكر لي عمر، هذه هي المصيبة. يعني باش يوريك اللي محمد مش هو اللي قرر، ولا ربه هو اللي قرر ضرب النساء، وإنما ضغوطات منها ضغط عمر عليه. واحنا نعرف ان عمر قديش من مره يضغط على محمد، حتى مساله تحجيب النساء هو اللي ضغط عليه، ومحمد ما كانش يحب يحجب النساء. عمر عنده مشكله مع النساء، هو كشخص عنده مشكله. ارجع للتاريخ وشوف عمر والعقد بتاعه مع النساء، كان يكره المراه. اذا هوني دليل يا سي عصام ان ضرب المراه هو اجتهاد نجم نقولوا نتاع عمر، وفرضه بالقوه على محمد. وهنا انت تقول ان معناتها النساء جاوا يتشكاوا بعد الامر بضربهم وكل شيء، هذا دليل اخر على ان الضرب خايب، سوى توا سوى قبل 10,000 سنه. الضرب خايب بصفه عامه، حتى امراه ما تقبل الضرب، حتى الطفل ما يقبل الضرب، حتى الحيوان ما يقبلش الضرب. وهذه الطبيعه ما يعرفهاش رب محمد. اذا مساله الضرب وانت تقول وتعاود خاصه بالمنطقه هذيك، خاصه بالزمن هذيك، وتوا ما عادش تصلح. إذا هل الإسلام جاء معناتها للعالم الكل وللناس الكل، ولا جاء إلا للأعراب، وجاء إلا للبدو، وجاء إلا للأشخاص اللي ما يحترموش المرأة؟ هذه هي المشكلة اللي لازمك تفكر فيها. أما حول العلماء اجتهدوا ما اجتهدوا كذا وكذا وكذا، أخي يعني هذا مش مسألة اجتهاد، هذا مسألة إجماع. كل علماء الأمة 1400 سنة، والصحابة والمقربين واللي عاشوا الرسول، وكلهم كلهم غالطين. ويجينا بعد 1400 سنة سي عصام يقول لك اجتهدوا وغلطوا، مانيش ملزومين، فهمت، بكلامهم ولا بتفسيرهم، واحنا نرجع للنشوز كما هي موجودة في اللغة العربية. تعرف هذه مشكلة؟ هل تعرف أن هناك تفسير خاص للقرآن؟ هذا اللي يقول فيه الحديث الصحيح، من فسر القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث صحيح. جيت تقول لي معناتها الحديث اللي ذكرته انت معناتها يحمل الروح نتاع الاسلام، فين الروح نتاع الاسلام يا اخي؟ تصحيح الحديث على كيفك؟ وقتاش كان الاهتمام بروح الحديث؟ الإسلام يعتمد على النقل. علاش يعتمد على النقل؟ لأنه يعتبر أن كلام محمد هو وحي يوحى. إذا يا سي عصام
انت مع الاسف يعني معرفتك بالدين الاسلامي هي معرفه سطحيه، وانا نعرف اللي انت نيتك حسنه وانك تحب تبيض صوره الاسلام وتظهره زعما اللي هو باهي، وان هذيك الايات ما عادش تصلح لوحوها، فهمت؟ واحكامها ما عادش تطبق وحكايه فارغه، على خاطر عقلك ما يتقبلش. عقلك رافض هذاك الكلام. لان طبيعتك باهيه، لانك انساني، ولكن ما تنجمش تتجرد وتقول بكل صراحه ان هذا الكلام لا يمكن ان يصدر عن رب وعن اله وعن دين يعتبر نفسه آخر الأديان. أما حول التناقضات الموجودة بين الأحاديث وبين الآيات القرآنية لا تحصى، وهذه مهمة علماء الدين أنهم يوفقوا من بين التناقضات اللي موجودة في القرآن وموجودة في الأحاديث، خاصة أن الاجتهاد الفعلي بدأ يعني بعد 200 سنة من موت محمد. إذن معناتها أوجدوا ما يسمى بالناسخ والمنسوخ في القرآن باش يوفقوا من بين التناقضات، مرة يقول لك هكا مرة يقول لك هكا، هذا معروف في القرآن. إذن هم مجبورين باش يضعوا قانون النسخ، واللي بعض العلماء يعتبروا يعني غير مقبول أصلا. يعني كيفاش إله يقول كلام وبعد يتراجع؟ يعني هل هذا معقول؟ إذا معناتها ما نحبش ندخل في التفاصيل نتاع الناسخ والمنسوخ، ولكن نفس الشيء بالنسبة للأحاديث. رغم أن الحديث نتاع عائشة نتاع لهدني، بعض العلماء يفسروا تفسير آخر يقول لك هذاك ماهوش ضرب، هذاك دفع. ولكن أنا وقت ذكرت الحديث مانيش نركز على الدفع ولا أعطاها بونية ولا ضربها ولا حاجة. أنا ركزت على حاجة واحدة، هي الوجع، الألم. بأي حق فهمت محمد معناتها يوجع عايشة اللي هي قد بنته؟ يعني هل أنت تتصور راجل عمره 60 سنة يضرب طفلة صغيرة عمرها 10 سنين؟ هل هذا أنت تعتبره معناتها إنسان محترم؟ سواء معناتها دفعها، سواء فهمت تضربها، سواء أعطاها بونية، ما يهمناش في المسألة هذيك. أوجعها، هي قالت فمها أوجعني. إذا سي عصام، يعني أنا ذكرت لك حديث صحيح وما تنجمش تنكره طبعا، أنت ذكرت لي أحاديث أخرى اللي عمره ما رفع يده، أنا يمكن نصدق، فهمت؟ نصدق هذا وهذا، يعني ظروف. نعرف على خاطر محمد جاي من بيئة تحترم المرأة، ونعرف اللي محمد فسد، فهمت؟ وفسد التعامل نتاعو، وتعلم الإجرام، وتعلم تحقير المرأة من عند اليهود ومن عند الأعراب والصعاليك اللي تحالف معاهم باش يوصل لغايته السياسية. احنا ما نشبش ندخلوا في هذه التفاصيل سي عصام، اما نجاوبك على آخر سؤال سألته. قلت لي فما مئات الآيات اللي تتكلم عن الرحمة وعن الرأفة وغيرها، وعلاش شدد لي كان في الآيات اللي فيها العنف وفيها الضرب وفيها الإهانة؟ أخي وقت ننقد دين أو عقيدة أو إيديولوجية، ننقد الأشياء السلبية اللي موجودة فيها، لأن الأشياء الجيدة متفقين عليها. أول شيء هذه معناتها نقطة. النقطة الثانية، الرحمة جاء بها كان الإسلام، فمش رحمة قبل الإسلام؟ الآن ما فماش رحمة؟ علاش الرحمة فهمت ما كانتش معروفة عند البشر؟ أول واحد سي محمد هو اللي اكتشف الرحمة؟ لا، شيء طبيعي. إذن الرحمة والحاجات الباهية متفق عليها كل الأديان، كل الأديان. بل اليوم هناك رحمة أكثر من اللي جاء به الإسلام. جي أنت تضرب مثل فنلندا، فنلندا بالإسلام ولات متطورة؟ أه؟ بالإسلام؟ هاني أنا نعيش في هولندا. هولندا معناتها الجريمة ماشية وتنقص. الجريمة ماشية وتنقص، حتى أنهم اضطروا
انهم يغلقوا نصف السجون على خاطر ما يعاملوش المجرم كمجرم. انا مره كنت في محكمه، وفما واحد معناتها جايبينه معناتها سارق معاه محامي وبسيكياتر. يا اخي قلت هذا مجرم جايبينه كريمينال، يا اخي المحامي بتاعي بقى يغزر تفجع. قال لي كيفاش تقول عليه كريمينال؟ يقتلوا ما هو سارق. قال لي لا ماهوش كريمينال. قلت له شنو؟ قال لي حالة اجتماعية، يتم تعيين له بسيكياتر عالم نفس قبل ما يعينوا له محامي. هل هذا جابيه الإسلام؟ علاش في فنلندا ولا في هولندا يقول لك صيح على المرأة ما وصلناش للضربة، صيح على المرأة لا ما عندكش الحق ترفع صوتك عليها، وما عندكش الحق تحط صبعك عليها. هذا معناتها قانون إنساني متطور معاصر. علاش أنا نمشي نفركس في الكتب الصفراء ونفركس في القرآن ونبرر واضربها ببريكية واضربها بسواك واضربها بستيلو؟ علاش؟ علاش؟ ما هو عندنا قوانين إنسانية معاصرة ألف مرة خير من اللي جابيه محمد. علاش نضيع في وقتي؟ علاش ما نتلهاش بحاجة أخرى؟ نتلهى بالعلم، نتلهى بالتطور الاجتماعي، بالدراسات، بالبحوثات الإنسانية الحديثة. ماشي مفركس لي في القرآن باش نبرر أن الضرب راهو ببريكية ولا بعود سواكة. يعني يا سي عصام المسألة راهي أعمق من ذلك. أنا وقت كنت مؤمن بالإسلام كنت مؤمن به كله، ما كنتش نتفلسف ونجيب من راسي. أنا عندما درست الإسلام في إيران وفي سوريا عند علماء كبار، فهمت؟ يعني كنت أخذ الإسلام على أساس أنه جاي من عند رب يعرف كل شيء. وقت جيت وصلت لمرحلة من البحث متاعي، نجي نلقى تناقضات موجودة في الإسلام، نجي نكلم الشيخ متاعي ونقول له راه فما تناقض واضح، فهمت؟ تعرف شو يقول لي؟ يقول لي أنت مهمتك كعالم دين أنك تبحث على التبرير، وكان تبرير ما حطوهش العلماء اللي قبلنا لازمنا احنا نخلقوا تبرير. قلت له علاش؟ قال لي لكي العامة لا تعلم. قلت له انت متأكد اللي هذا غلط؟ غلط موجود واضح؟ يقول لي اي. وقل له التبرير متاعك منطقي؟ يقول لي يتعدى على العامة، العامة ما يعرفوش الدين. هي ونقول له يعني نكذب عليهم؟ قال لي في مصلحة الأمة. قال لي يجوز الكذب في مصلحة الأمة. قال لي كان نقول لهم الحقيقة ها تو يخرجوا من الإسلام. إذا أنا وقتها ضربت في مخي، يعني مهمتي كعالم دين أني نكذب عليهم، أني نفقهم، أني نلقى لهم التبرير. وهذا طبعا كإنسان ما نقبلش هذا الشيء، ما نقبلش، مستحيل. إذا هذاك علاش تركت الإسلام، لأني لا أستطيع أن أتعايش في عصرنا الحاضر مع هذا الدين، مع هذه الإيديولوجية، مع هذه العقيدة، باش نضيع وقتي باش نصلح الأغلاط اللي فيه. أما الحاجات الباهية اللي فيه نلقاوها في كل الأديان الأخرى، بل في القوانين الوضعية اللي هي ألف مرة خير من الإسلام. المهم شكرا يعني على الرد متاعك وعلى مجهودك اللي تبذل فيه من أجل يعني تبيض صورة الإسلام. أما نقول لك بكل صراحة، الإسلام يؤخذ كله أو يترك كله، مش نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض الكتاب. راهو هذوك ما هما أكبر كفار على حسب الإسلام. طبعا كلمة كافر في العربية ليس تختلف كليا، تقولي نرجع للمصطلحات العربية، كلمة كافر في الإسلام يعني من هو غير مسلم، بينما في المصطلح العربي كلمة كافر هو من أخفى الحقيقة، هو من برر وجاء بأشياء لكي يخفي بشاعة ما هو موجود في الإسلام،
فيما يخص المرأة والرجل والأجناس الأخرى والأديان الأخرى والعقائد الأخرى، كل شيء. هذا هو معنى الكفر في اللغة العربية. نقول كفر الحبة أي أخفاها، أخفى الحقيقة. إذا باللغة العربية أنت تتسمى كافر لأنك تبرر من هو غير مبرر ولا يمكن تبريره. إذا السؤال متاعي، ما نقعدوش معناتها ندور ياسر حول الموضوع، نحب سؤال واحد سي عصام ليك كل صراحة، فهمت؟ هل تعتبر أن هذه الآية لم تعد صالحة كليا في هذا العصر، وأن يجب على علماء المسلمين يصدروا فتوى بتحريم، مش ضرب المرأة، مش ضرب المرأة، أنك تعيط عليها ولا تهينها ولا تذلها بأي طريقة، بل الذل بكل الطرق متاعه، سوى المرأة سوى الطفل، وأن يحترموا المرأة ويحترموا الطفل، وأنهم يحترموا الإنسان كإنسان بغض النظر عن أصله أو فصله أو جنسه أو عمره. هذا هو المطلوب، وهذا مستحيل أي عالم دين يقوم به، كما مستحيل أي عالم دين يحرم الاستعباد. هل تدري إلى اليوم ليس هناك فتوى واحدة تحرم الاستعباد؟ لأنهم لا يستطيعون ولن يستطيعون، لأنهم ينكرون معناتها آية قرآنية ويبدلون معناتها مجهود علماء 1400 سنة. إذا نظن الفكرة واضحة سي عصام، وأشكر مرة أخرى وتحياتي وبسلام.